بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا إخواني أخواتي في درس جديد لربح الإنترنت. أعتذر إخواني عن الغياب، كما تعلمون بعض الأمور أقوم بعملها، وكما تعلمون إخواني أن أي فيديو أقوم به أقوم بتجربته والبحث عنه في الإنترنت لمدة يوم أو يومين، وفي بعض الأحيان يصل إلى أسبوع كامل لإنشئ فيديو. وضعت لكم إخواني في استطلاعات الرأي هل سأستكمل موضوع الربح من الكتب أو أنشئ موقع بث مباشر وتحويله إلى تطبيق. كما تشاهدون الأغلبية ذهبوا إلى إنشاء مدونة أجنبية والربح منها. كوعد مني إخواني، إن شاء الله هذا الدرس الخاص بإنشاء مدونة أجنبية والربح منها إخواني، سأقوم بإنشاء موضوع حصري ستقومون بالربح منه، وأيضا أعطيكم مقالات حصرية. من يريد وضعها لجوجل أدسنس 10 مقالات من هذه الطريقة التي سأشرحها سيتم قبولك. أيضا سأريك طريقة الحصول على حساب أدسنس أمريكي، ولكن بشروط إخواني، بطريقة سهلة يصلك الكود بين إلى منزلك. هذه بالنسبة إلى هذا الدرس. إن شاء الله هذا الدرس إخواني سأقوم بشرحه سيتجاوز نصف ساعة، قل ساعة ولا تخاف. وإخواني من يريد الربح من إعلانات بديلة لأدسنس سيكسب، لأنك ستتصدر نتائج البحث في الموضوع الذي سأشرحه هنا رغما عنهم إخواني وبطريقة جيدة. إن شاء الله هذا الدرس إخواني في الحلقات القادمة سأنشئه. اليوم إخواني وجدت درس رائع أو كورس أو طريقة جيدة للربح من الكتب إكمالا للسلسلة. أيضا سأريك طريقة التسويق إخواني للكتب وكيفية جلب المبيعات، تابع إلى الأخير. هذا الفيديو إخواني سيكون طويل بعض الشيء، وقد يصل 40 دقيقة أو يتجاوز 40 دقيقة. المهم إخواني أني سأريكم طريقة التسجيل في موقع آخر مثل ما نشرت في فيديو عن هذا الفيديو إخواني، كيفية النشر في موقع باي هيت الرائع إخواني والعمل عليه. أنا إخواني أقوم وضعت كتاب واحد فقط، شاهد زيارات بدون ترويج إخواني، لا يوجد لدي الوقت لكي أروج لهذه الطريقة. كما تشاهدون لم أروج 33 زيارة، يعني إخواني نفرض أني روجت لهذا في جروبات فيسبوك أجنبية التي وجدتها لكم، وخاصة بالتسويق، عفوا خاصة بالتسويق. كما تشاهدون جروبات أجنبية خاصة بالتسويق. أيضا هذا الجروب الذي سأعطيه لكم في نهاية الحصة، شاهد أنه يقومون ببيع كل شيء وأكثرها الكتب، وطريقة لتويتر للترويج. المهم سأريك كيف ستبيع الكتب إن وصلت على هذا المجال ستربح أخي. إخواني في التعليق سابقة وجدت أن الأغلبية يريدون استكمال موضوع الربح من الكتب، ولكن كما تشاهدون هذا الموضوع كما قلت لكم وعد مني إن شاء الله سأقوم بإنشاء طريقة حصرية للربح وقبولك في أدسنس إخواني. إن شاء الله يتم قبولك بهذه الطريقة والمقالات التي أقدمها لك. يعني إخواني شاهد أخي لكي ترون أني أهتم بأي تعليق يقومون بوضعه. هذا هو الموضوع الذي سأشرحه إن شاء الله. شاهد أخي محتوى 10,000 رقما، يعني 10,000 مقالة في كل المجالات حصرية، وسأريك كيف ستعيدها أيضا حصرية 100% وبكل شيء. يعني ستتصدر بالكلمات المفتاحية إخواني، كما تعلمون أن الإنترنت كلمات مفتاحية. أعود إخواني وأيضا أعتذر إخواني لأني قمت بشرح هذا الموضوع لأنني وجدته فيه فائدة كثيرة إخواني. لذا إخواني إن كنت جديد في القناة أو زائر جديد لا تنسى متابعتنا بالضغط على اشتراك واللايك إخواني، وإن شاء الله ستستفيد والجميع سيربح. ولكن إخواني دائما كما أقول يجب عليك إن عملت على شيء يجب عليك جلب الترافيك، يعني الزيارات يعني النشر، لا تعمل وتقوم فقط. كما تشاهدون هذا الموقع أو الشرح الذي سأشرحه بالإضافة إلى الموقع الذي شرحته من قبل، الرابط ستجدونه أسفل الفيديو للشرح
الفيديو باي هيت ستجدونه أسفل الفيديو. أيضا دورة إخواني كما تشاهدون دورة خاصة بالكتب، قم بزيارتها عفوا، هنا ستجدها في قوائم التشغيل. هنا إخواني ستجدها في قوائم التشغيل، الربح من الكتب، أين هي كورسات الربح من الكتب، كل طور كل الفئات الخاصة بالربح ستجدها إخواني. هنا مواقع دورة ربح من الكتب، أي موضوع عن الكتب أو استراتيجية سقوم بنشرها في هذه القائمة وستستفيد أخي. بدون إطالة أطلت في المقدمة بعض الشيء إخواني، وأشكر المتابعين إخواني الذين يعلقون ويدعمون القناة. إن شاء الله إخواني في القادم سيكون أفضل عن فيديوهات الربح وبطريقة سهلة. نحن نقوم بشرح استراتيجيات قوية تعمل عليك مدى الحياة إخواني، تقوم بوضع موقع وتتركه يعمل وتأتيك الأرباح بعد شهر شهرين. المهم إخواني أنت اعمل، والزيارات والترافيك، وإن شاء الله الجميع سيكسب. نذهب الآن، أعتذر إخواني كما تعلمون الزكام، مريض بعض الشيء. أول شيء إخواني هذا هو الموقع الذي سنقوم بشرحه. كما تشاهدون قمت بتجربة بعض الأمور في هذا الموقع، كما تشاهدون سأقوم بحذف هذه لا أحتاجها. هنا كما تشاهدون هنا هذه البرودكت التي قمت بنشرها، كما تشاهدون كل شيء. أيضا سأقوم بحث هذا البرودكت إخواني وأريكم كيف سأقوم بنشره إخواني. عفوا لا أستطيع حذفه، لماذا؟ لأنني قمت بنشره قد يجلب مبيعات إخواني. هنا إخواني نذهب الآن إلى طريق تسجيل في هذا الموقع، ستجدون الرابط أسفل الفيديو إخواني. بعد الدخول مباشرة ما ستفعله، تستطيع تسجيل بالفيسبوك أو تويتر. أنا لا أنصحك بتويتر أو فيسبوك لأنك ستقوم بجلب أرباح البايبل الخاص بك. تقوم بوضع الإيميل، الباسورد، تعليم كاباتشا، كرييت أكاونت. بعد الضغط على كرييت أكاونت إخواني، أنا لدي حساب، أقوم بالضغط على كونيكسيون مباشرة. سأضغط على خروج لأريكم كيفية الدخول. بعد يجب عليك تفعيل إيميل إخواني، لا تنسى تفعيل الإيميل الخاص بك لكي تقوم بالدخول إلى الموقع. كل الروابط إخواني ستجدونها أسفل الفيديو. يعني وإن وجدت أي صعوبة قم بذكرها في التعليق وسأجيبك أخي، أو إن لم أجيبك أخي ستجد إخواني. كما تشاهدون تم الدخول إلى الموقع، عفوا سأضغط على كونيكسيون. هنا الكاباتشا فود سيركيلاسيون، كما تشاهدون أضغط هنا أيضا، وهنا فاليدي. بعض الأحيان هذه الكاباتشا تقوم ب هنا أضغط على كونيكسيو إخواني مباشرة. بعد الدخول هذه هي واجهة الموقع الخاص بك. ما تفعله إخواني، أول شيء تتوجه إلى البروفايل للتعديل، يجب عليك التعديل. هنا إخواني يجب عليك تغيير الإعدادات إخواني، تضغط على هنا، عفوا هنا السيتينج. شاهد أخي تابعني لكي لا تخطف أي شيء إخواني. هنا وضع الأمور الخاصة بك من بيانات الإيميل، إعادة الإيميل، كل شيء إخواني، التاريخ، العملة إن كنت تريد أي عملة إخواني. كما تشاهدون كل العملة متوفرة، أنا أفضل الدولار. هنا تقوم باختيار البلد الخاص بك، توجد كل البلدان إخواني. كما تشاهدون هنا إخواني تستطيع وضع النيتش الذي تتبعه إخواني. نحن الكتب، تقوم بتعليم بوك أند ويتينج، ثم تضغط على إبداء ديتاي وتقوم بتحديث الأمور الخاصة به. تضغط على باي أوت لتعديل بيانات الدفع، عفوا بيانات استلام الأرباح الخاص بك أو الاقتناء. هنا تقوم بإدخال كل معلومات الخاصة بك وبالباي بال. كما تشاهدون الجزائر تم تحديدها. هنا وضع الإيميل إخواني، ثم الضغط على فينيش، وأنت قمت بوضع طريقة الدفع، باسورد إن أردت تغييره، أدفانس أمور وضع موقعك. وأنصحك بوضع متجر خاص ببيع الكتب خاص بك. هنا جوجل لا تهم هذه الأمور، خاصة بحساباتك على جوجل. ثم تضغط على إبديت، تستطيع وضع الايكون الخاص بك بحسابك. كلما اخي كملاحظة
كلما وضعت معلومات ستقوم بتصدر نتائج البحث في هذا الموقع إخواني، وبالضبط في هذا الموقع إخواني شاهد ترتيبه في أليكسا، يعني آلاف زيارات تأتيه من أمريكا إخواني فقط، شاهد 2782 فقط في أمريكا، وفي أليكسا إخواني 6441، يعني ترتيب جيد إخواني. هنا بالنسبة للأدفانس بعد التعديل على البيانات، هنا سحب الأرباح الخاص بك، تضغط هنا تجد الأرباح الخاصة بك، تستطيع سحبها عند وصولك إلى 10 دولار فقط إخواني، ستقوم بسحب الأرباح، تضغط على باي أوت سيتينج ستحولك إلى الأيقونة التي شرحتها من قبل. أيضا هنا إخواني الأفيليات سأشرحها فيما بعد، تستطيع الربح بدون عمل أي شيء مثل موقع باي هيت، تقوم بوضع كتاب وتتقاسم الأرباح مع أي شخص. هنا MVT دعوة الأشخاص، هنا الخروج، هنا البوست، تستطيع وضع البوست في الموقع عن الكتاب الخاص بك. هنا تتبع الإحصائيات إخواني بطريقة سهلة بالضغط مباشرة، ثم تضغط على أي شيء إخواني، هذه كما تشاهدون إحصائيات، لا توجد أي إحصائيات. وضع ابحث عن أي كلمة إخواني ستجدها هنا في الموقع، شاهد هذه عبارة عن كتب. نعود إخواني إلى الحساب الخاص بنا، أيضا سأقوم بالضغط على Product لوضع منتج إخواني. نتوجه مباشرة كيف سنضع منتج في هذا الموقع إخواني. لمن يشاهد الفيديو لأول مرة يعود إلى القناة إخواني، من أين سنأتي بالكتب؟ بطريقة سهلة، هذا الموقع هو خرافي للكتب، مكتبة أعتبرها إخواني كنز في الانترنت للكتب والاستفادة من البيع بها بصيغة البي ال ار، شرحتها في فيديو سابق في القناة. هنا إخواني عد إلى القناة واضغط على دورة ربح الكتب، ستجد 6 أو 7 مواقع للحصول على كتب بصيغة البي ال ار، نستطيع التعديل عليها بدون حقوق. وأيضا هذا الموقع جامرود لا يهم الحقوق أو شيء من هذا القبيل. هنا إخواني ستجد 7 مواقع أو 6 للحصول على كتب مجانا، وأيضا سأترك لك رابط هذا الموقع الجيد. أيضا إخواني يوجد موقع جيد وجدته عن طريق الصدفة، هذا الموقع يوجد فيه آلاف الكتب المدفوعة، شاهد هذا الكتاب إخواني، فهو مجانا، تقوم بالضغط على تحميل PDF ستقوم بتحميله، شاهد في أمازون إخواني ثمنه 2.99 وحصري، تحصل عليه مجانا وتعيد بيعه. هذا ما قمت به منذ قليل إخواني، هنا 2.99. سأعود إلى حسابي جامروت، شاهد البرودكت كم سأبيعون هذا الكتاب عند الضغط هنا، نفس الكتاب إخواني ب$1، شاهد نفس الكتاب ب$1، وسأريك كيفية وضع الكتاب وكل شيء. عند الضغط على باي ستقوم ب الشراء مباشرة، هذا الرابط الذي سأروج له. كيف أضع الكتاب؟ الكثير يقول لك كيف سنضع الكتاب. قبل وضع الكتاب إخواني أنا سأريك طريقة، كما قلت لك سأريك طريقة التسويق للكتب. أول خطوة لكي تسوق لكتابك هي، تابع أخي، الذهاب سواء أمازون، عفوا هنا سأعود إلى أمازون كما تشاهدون، الضغط على أمازون. أيضا إخواني سأذهب إلى إيباي بطريقة، هنا إيباي أقوم بكتابة إيبوك، أضغط على أنتري، تقوم بالترجمة لكي تقوم بأفضل الكتب إخوان، أفضل تطابق محدد، شاهد السعر الشحن، نحن سنختار أفضل الكتب، شاهد أخي هذا هو أفضل الكتب الموجودة في إيباي، أو هذا الكتاب الذي باع منه 140، أو هذا الكتاب إخوان الذي بيع منه 96 مثلا إخواني. نفرض أن هذا الكتاب مبيعاته كثيرة أو أي شيء من قبيل. أيضا في أمازون إخواني شاهد إخواني عند كتابتي لإيبوك، عفوا أخطأت، إيبوك
أول شيء لتسويق الكتاب خاص بك وبه هو الحصول على كتاب تنافسي. هذا هو الكتاب الذي تحصل على أكبر نسبة 223 إخواني. هنا تستطيع ترجمة لفهم ما ضغط هنا على الترجمة. شاهد أخي الترتيب حسب المتميز يعني الذي أحسن كتاب إخواني تم بيعه. هذا هو الكتاب كما تشاهدون عند الضغط عليه. عند الضغط عليه تضغط على هذا الكتاب. شاهد أخي نفس الكتاب الذي قمت بوضعه في جامرود هنا. هذا هو الكتاب. إيباي إخواني سأقوم مثلا بالحصول على هذا الكتاب ضغط عليه. هذا حقق نسبة مبيعات كثيرة. تقوم بالبحث عليه إخواني مثلا كوبي كما تشاهدون. أتي إلى المواقع التي شرحتها في خانة البحث إخواني. تستطيع البحث على الكتاب هنا. هذا الكتاب تم التعديل عليه إخواني. الضغط لا توجد. شاهد أخي سأقوم بتغيير مثلا الكتاب فقط لأريكم الطريقة. مثلا هذا الكتاب إخواني الذي تحصل على مبيعات كبيرة. شاهد أخي عند وضعي في هذا الموقع الذي أعتبره أيضا كنز أضغط على سيرش ستجدون الكتاب أخي. شاهد أخي تم الحصول. سأقوم بتغيير شيء فقط. أضغط هنا نزع هذا لأنهم قاموا بالتعديل عليه. شاهد أخي أنا أريكم كيف تبحث عن الكتب. كما تشاهدون هذا هو الكتاب إخوان توماس سكوت باي توماس كوت كما تشاهدون. هذا هو الكتاب تجده مجانا هنا. سأريكم هل يكون هذا الكتاب مجانا أو لا بالضغط على بي دي اف داونلود. شاهد أخي يقوم بتحميل معك مباشرة. تضغطها الآن هنا وأنت قمت بتنزيله. مثلا أنا لدي نسخة منه. أضغط على أوريجستي ويقوم الموقع بتحميل كتاب خاص بي. هذا بالنسبة إلى هذا الموقع إخواني. أيضا كتب حصرية من بينها هذه الكتب تجدها إخواني تجدها مدفوعة في هذا تجدها مدفوعة في موقع أمازون وإيبان وهنا تحصل عليها مجانا. سأختار أي كتاب إخواني والأختار مثلا أذهب إلى هذا الكتاب مثلا سأنافس كاتيجوري سأختار أي شيء مثلا سأختار أفلييت ماركتينج. شاهد هذا الكتب مطلوب كثيرا كيفية التسويق. ماذا سنختار إخواني أو إخواني سأختار هذا الكتاب لكي أقوم بوضع سلسلة. كما تشاهدون هذا هو الكتاب 4.99. أعود إلى هذا الموقع الثاني. شاهد أخي أقوم بوضع في خانة البحث إخواني مثلا سأقوم بنسخ هذا العنوان كوبي وضعه هنا. أنا أريكم النسخة الثانية كيف سأقوم بتحميلها سيرش. شاهد أخي ستظهر معي النسخة ضعف الأنترنت فقط إخواني. شاهدوا بعد البحث سأترك لكم هذا الموقع. النسخة الثانية غير متوفرة. سأقوم باختيار مثلا النسخة الرابعة والأخيرة كما تشاهدون. أقوم بتحميلها هنا في أمازون. شاهد أخي ثمن النسخة الرابعة بأمازون كما تشاهدون. النسخة الرابعة أو الثالثة مثلا الثالثة كما تشاهدون $15. الرابعة $18 إخواني كما تشاهدون. عفوا إخواني النسخ المتوفرة 4.99 للنسخة الثانية والثالثة والرابعة. أنا سأقوم بتحميل سواء النسخة الأولى قمت بتحميلها الثانية لا توجد الثالثة والرابعة. سأختار مثلا النسخة الأخيرة لأرى إخواني. أضغط هنا فقط فري بي دي اف أقوم بتحميلها مباشرة. شاهد أخي أنا أقوم بكل شيء إخواني مباشرة معكم لكي تقوموا بمعرفته هنا للتحميل إخواني. شاهد هذه الأيقونة أضغط سيقوم
النزول كما تشاهدون اضغط على اون ريجستري او سأقوم بحفظها في مثلا في 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 مواضيع انساء ملف جديد، اقوم بكتابتها مثلا بوك بي دي اف بي دي اف كما تشاهدون اضغط على انتري هنا، اقوم بالضغط هنا ثم اون ريجستري تم تحميل الكتاب. ما نحتاجه اخواني اعود، نحن حملنا النسخة، نقوم بالضغط على اون ريجستري ليماج، ساقوم بوضعها مع الكتاب كما تشاهدون. هذا بالنسبة الى الامور. استطيع ايضا ترك كما تشاهدون كل شيء هنا اخواني الديسكريبشن، سأعود اليه فيما بعد. الان اخواني قمنا بالخطوة الاولى وهي الأساسية لكي تختار المنتج الجيد ذات طلب في هذا الوقت. كما تشاهدون أكبر تحميلات لهذا الكتاب الخاص بالجريمة أو الغموض. نذهب مباشرة إخواني إلى الموقع الخاص بنشر الكتاب، سواء هذا الموقع أو هذا الموقع الذي أقول دائما إخواني أنه موقع جيد إخواني. هنا إخواني هذا الموقع الذي سأشرحه اليوم لكي أقوم باستكمال السلسلة وشرح كل ما عليها. أضغط على New Product. شاهد أخي تدعم الديجيتال برودكت يعني منتوج إلكتروني أو رقمي. وهنا الفيزيكال برودكت يعني إخواني منتوج خاص، منتوج مثلا أي شيء إخواني يجب عليك توصيله. كما تشاهدون قميص او قرص ملموس باخواني، وهنا منتوج رقمي. اضغط على برودكت ديجيتال ثم اخواني اختار، تدع هذه كما هي وتقوم بكتابة اسم الكتاب. شاهد اخي انا اسم الكتاب لن اغير شيء، ساقوم بنسخه والعودة الى الموقع ووضع العنوان كما هو. شاهد هنا الثمن مثلا هو في امازون اخواني ثمنه كما تشاهدون 4.99. اذهب مثلا الى ايباي لارى كم الثمن. ايباي لاريكم ثمن هذا الكتاب ان وجد في ايباي. بعد الضغط هنا اخواني شاهد ثمن الكتاب، عفوا سأعيد الكرة، سيرش لأرى ثمن الكتاب فقط إخواني. لا يوجد هذا الكتاب في إيباي، تستطيع الاستفادة ونشره في إيباي، ولكن إخواني ليس الآن إخواني دورة إيباي فهي وحدها لكي لا يتم حظر حسابك إخواني. سأقوم بنزع مثلا هذا الشيء وأيضا هذا الشيء والضغط على أونتري. كما تشاهدون أثمنة مرتفعة، سأقوم بوضع هنا إي بوك وأضغط على أونتري لأرى إخواني. كما تشاهدون ثمنه 10 دولار الكتاب الحقيقي. كما تشاهدون نحن إخواني أمازون كما تشاهدون ثمن 4 دولار، سأقوم بإنقاص الثمن إلى 1 دولار أو 2 دولار إخواني. هنا اختار الملف اقوم بتحميله سواء عن طريق السحاب دروب بوكس او الحاسوب الخاص بي. اضغط على بيرو، اعود الى بي دي اف بوك بي دي اف، اقوم بنسخ هذه النسخة ووضعها هنا. انتظر التحميل اخواني واعود اليكم. كما تشاهدون التحميل يقوم بسرعة. شاهد اخواني بعد اكتمال التحميل كما تشاهدون تظهر هذا الخاص بالكتاب. ثاني شيء إخواني لوضعه بعد وضع الثمن وتحميل الكتاب هنا، أضغط على Next كما تشاهدون وأنتظر قليلا إلى أن أتوجه إلى هذه الواجهة إخواني. هذه الواجهة وهي الأهم إخواني لأن فيها الديسكريبشن والكوفر. هذا هو الكوفر إخواني الذي سيقوم بجلب المبيعات لنا.
تضغط على الشورت فايل. أول شيء تقوم بتحميل الكوفر، وإن لديك صورتين أو ثلاثة قم بوضعها إخواني، ولو صورة من الكتاب مثلا تقوم ب، سأريكم طريقة مثلا. هذا الكتاب، هذا هو الكتاب شاهد، سأختار أي مقطع من الفيلم كابتر كما تشاهدون، مثلا سلسلة خاصة بالكتاب، أي شيء إخواني تقوم بوضعه مثلا، وأخذ صورة له بسكرين شوت ثم وضعه في الموقع. نحن هذه الصورة تكفي كما تشاهدون إخواني. أعود هنا، العنوان يحدد تلقائيا، هنا الديسكريبشن مهم. تستطيع أخي، نحن قمنا بوضع هذا الكتاب، أستطيع أخذ ديسكريبشن من موقع أمازون حرفيا إخواني، ولكن يجب عليك بالضغط على تراديكسيون، وضعها هنا لكي تقوم بنزع الأمور. مثلا سأختار كوبي لكي أنزع الرابط فقط إخواني. أستطيع وضع ديسكريبشن خاص هنا، أو أعود إلى هذا الموقع، والأحسن وضع خاص بأمازون إخواني، أو الموقع الذي حملت منه كما تشاهدون. جيد الديسكريبشن، أقوم بوضع كل شيء كوبي، أعود هنا نسخ كما تشاهدون. أستطيع تحديد اسم الكتاب هنا كما تشاهدون، ووضعه بهذا رمز بي، لكي يحدد عند في إخواني في محرك جوجل، أو أي شخص يريد البحث سيجد هذا. أيضا سأقوم بتحديد هذه مثلا كما تشاهدون. أستطيع بوك ديسكريبشن، وضعها كما تشاهدون هنا. أباوت أعدل عليه إخواني، لكي يحس الزائر أنك قمت بالتعب على هذا الكتاب. أيضا أستطيع تحديد هذا كما تشاهدون، عفوا هذا فقط باللون الأسود. هنا أيضا تستطيع التحديد كما تشاهدون. بعد إكمال هذه الطرق أنزل إلى الأسفل هنا، كيف تريد أن تظهر؟ تريد هنا إخواني أيقونة الشراء خاصة مثلا، هنا سأريكم عفوا، مثلا اشتري باللغة العربية، أو ادفع، أو شاهد. نحن سنقوم بوضع buy this، قم باقتناء هذه الكلمة، ستظهر عند الزائر أو الشاري إخواني. هنا تستطيع وضع جملة تحفز الشاري إخواني كما هي موجودة. مثلا فقط هنا تستطيع وضع أي شيء، مثلا سأضغط على اسم الكتاب فقط، قم بنسخها من هنا، وأعود هنا وأضعها هنا. تستطيع وضع أي شيء إخواني عند الضغط على ديتاي. هنا أيضا إخواني تقوم بوضع، هنا إخواني تقوم بالضغط على أي شيء تريد تحميله، أيضا تستطيع تحميله. هنا إخواني الخاصة بالثمن كما تشاهدون، Add version إن كانت لديك version أخرى، Setting كما تشاهدون، كل شيء موجود إخواني هنا. أيضا هنا تضغط على Cash out لتحديد طرق الدفع، أو إضافة كوبون هنا إخواني، تستطيع الضغط على أد وإضافة كوبون كما تشاهدون. أي شخص يأخذ الكوبون وتروج له، هنا تستطيع مثلا كوبون لتخفيض، أنا لن أفعل كوبون. هنا payment form your name كما تشاهدون، دع كل شيء كما هو إخواني، كل شيء كما هو، ثم تضغط على أد فيلد كما تشاهدون، تستطيع إضافة الفايل.
هنا ديسكريبشن إخوان، تستطيع شكره، شكر الشاري. هذا مثال تجريب فقط. This مثلا فقط إخواني، تقوم بتحفيزه لكي يقوم ما بالتعامل معك. أيضا إخواني بعد ذلك تضغط على Soft Change، ثم تضغط على Publisher. كما تشاهدون تم نشر وتحصلت على هذا الرابط، أضغط عليه Copy. هنا توجد طريقتين إخواني للرابط، شاهد أخي كما تشاهدون Auto Payment، دع كل شيء كما هو. نحن قمنا بنسخ الـ URL لكي أريكم كيف سيظهر إخواني. أضغط على كولي، شاهد كيف عفوا سأقوم بنسخه في متصفح بريفي إخواني. أضغط على كولي وشاهد إخواني كيف سيقوم سيعرض الكتاب. شاهد الثمن هنا إخواني، شاهد إن وضعت صورة خاصة بي البائع. هنا إخواني HTC كما تشاهدون، تستطيع تبديلها باي أو أي شيء، الكتاب كل شيء، عدد صفحات أي شيء. يضغط الشاري على Add ويقوم بوضع الإيميل باي بال أو الكارت فيزا ويقوم باقتناء مباشرة. هنا إخواني بالنسبة لي كيفية العرض. أيضا إخواني شيء جيد أنك تستطيع نسخ هذا الكود ووضعه في المدونة إن كان لديك متجر إخواني إلكتروني. مثلا سأقوم بوضعه على هذا الخاص بهذه المدونة التجريبية فقط، ولتكن مثلا فيلم، أين هي مدونة الأفلام؟ هذه المدونة إخواني، قمت بإضافة كود. شاهد أخي أنا أضفت كود من قبل على هذه المدونة، شاهد إخواني هذا هو الكود. قم بخروج من هذه هي المدونة، شاهد الكود الخاص بي، المنتوج الخاص بي كما تشاهدون. وأيضا إخواني في فيديوهات قادمة سأقوم بشرح كيفية فتح مدونة مجانية لربح من الأفلام كما تشاهدون، واحترافية هذا الصندوق الخاص بالأفلام كما تشاهدون. هنا إخواني بعد الوضع الدخول إلى المدونة كيف سأضع الكود، أضغط على التخطيط، أنزل إلى الأسفل إخواني، هنا أقوم بإضافة أداة جافا سكريبت، أضغط على HTML جافا سكريبت، أقوم بلصق الكود كما تشاهدون. تستطيع وضع أي شيء تريده إخواني. هنا إخواني أضغط على حفظ ترتيب، أعود إلى المدونة، شاهد عند الضغط على Actualize إخواني سيتم إضافة، أخرج من هذا الإعلان. هنا شاهد إخواني باي باي، هذا هو البرودكت الأول الذي قمت بنشره، انذق عليه كما تشاهدون الدفع وكل شيء. أو البرودكت الثاني، شاهد الكتاب يعطي لك وصف عن الكتاب، هو احترافي كيف يظهر للناس، ما يكفي فقط الترويج، سأريكم طريقة الترويج إخواني. هذا بالنسبة إلى وضع الكود، الموقع يقدم لك كود. هنا إخواني بعد الانتهاء أضغط على Save Change، أستطيع هنا تغيير الكود كما تشاهدون، تظهر صفحة مباشرة. نحن إخواني هنا إخواني بعد الانتهاء أستطيع العودة إلى فتح المكتبة الخاص بي. كملاحظة إخواني جامرود إخواني، كلما كانت المكتبة الخاص بك إخواني كبيرة وفيها محتوى كثير، ستقوم بالظهور في تتصدر موقع جامرود، وبالتالي تتصدر البحث إن كانوا يبحثون في أمريكا عن كتاب خاص. ستقوم جامرود بعرض النتائج الأولى خاص بك إخواني. هنا البوست، إن وضعت بوست في الموقع كما تشاهدون لم أضع أي شيء، أستطيع الضغط على هذه للتعديل عليها. شاهد
شاهد أخي، أنا أريكم كل شيء في الموقع، هنا لا يوجد أي شيء. ليبراي المكتبة الخاصة بي، شاهد أخي، لم أقم بإنشاء، أنتم قوموا بإنشاء ليبراي إخواني. تستطيع وضع الكتب التي قمت بوضعها هنا كما تشاهدون. شاهد أخي، هذه هي خاصة ب جامروت كما تشاهدون، مكتبة الكتب أو أي شيء إخواني. مثلا سأختار أي شيء، ماذا سأختار؟ أفيليت إي بوك، الضغط على أونتري. شاهد أخي، هنا هذا الموقع إخواني، هذا الموقع إخواني ملايين زيارات في هذا ملايين زيارة في هذا الموقع إخواني، الأكثرية كما تشاهدون، طرق الدفع وكل شيء. سأبحث عن الكتاب الخاص بي إخواني، مثلا لأريكم تجربة فقط كيف سيظهر. مثلا هذا هو الكتاب، سأقوم بنسخ كل شيء لأريكم كيف سيتم البحث في موقع جامروت فن. هنا مثلا سأختار جو كولي، أضغط ماي بروديكت. كما تشاهدون من هذا الشخص، هو أنا إخواني. شاهد إخواني، أي شخص يأتي إلى جامرود ووضع إخواني في البحث على هذا العرض فقط إخواني، شاهد، سأقوم بحث، أضغط على بحث، سيظهر في نتائج البحث الخاص بي الكتاب الخاص بي. شاهد إخواني، بي دي أف كما تشاهدون إخواني، الكتاب جديد وحصري، وكل لديه زيارات وترتيبه جيد في أمازون وإي باي. أي شخص سيدخل هنا أمريكي سيقوم بشراء هذا الكتاب إخواني ب$2 فقط إخواني كما تشاهدون. أيضا تستطيع البحث عن آلاف الكتب، وضع إي بوك. لا تقلق أخي، هذه طريقة للترويج. أيضا سأريك طريقة، أنا قمت بالاختصاص إخواني في عند التسجيل. شاهد، تستطيع وضع إيبوك هنا، البحث كما تشاهدون تم بيع. شاهد هذا الشخص كم باع إخواني، شاهد هذا الشخص هنا، هذا الشخص إخواني كم باع، 65 مبيع إخواني كما تشاهدون. هنا تشاهد أخي، عند الضغط على شراء سيقوم بتحويله إلى هذا الكتاب. شاهد، أستطيع الشراء من هنا مباشرة، Add to cash لأني مسجل في الموقع، $19 كما تشاهدون إخوان، 19 في 91 تقريب $1000 أو أكثر إخواني. شاهد إخواني، المكتبة كما تشاهدون، تستطيع الضغط على بي دي أف فقط تحديد كما تشاهدون إخواني. شاهد، الكتاب الذي قمت بوضعه خاص لم أحدد له التصنيف إخواني، بي دي أف، قم بتحديد بي دي أف، سيظهر $1.49 $15. لو بري كما تشاهدون، شاهد أخي، $2، أين هي $2؟ $2، $2، $2. المهم إخواني، موقع جيد للبحث، أغلبية الدول خاصة دولة أمريكا تقوم بالبحث في هذا الموقع. نذهب مباشرة إلى استراتيجية الترويج إخواني، كما قلت لكم في بداية الأمر إخواني. هنا تذهب إلى الفيسبوك، شاهد أخي، أول شيء تقوم بكتابة هذه الجملة باي إي بوك، تقوم بالانضمام إلى هذه المجموعات إخواني، كلها تجد مجموعات مليونية إخواني، باي إي بوك، يقومون ببيع الكتب وليس في موقع إي باي إخواني، يبيع لك كتاب
تستطيع التعامل مع موقع جامرود أو باي هيت يتعاملون مع هذه المواقع. مثلا هذا الجروب إخواني شاهد، هذا الجروب مثلا أريكم فقط كم عدد المنشورات الجديدة اليوم، 107 منشورات، 9 تعليقات، الأعضاء شاهد إخواني ومتفاعل. اضغط على انضمام وستقوم بالدخول والبيع في هذا المجموعة بطريقة سهلة. أيضا إخواني هذا الجروب جيد كما تشاهدون، قمتم بنشر هذا الكتاب منذ قليل، ستجد بعد ساعة أو ساعتين تفاعل على هذا الكتاب، تجد من يريد قراءة هذا الكتاب. شاهد كم هذا الجروب عبارة عن ترويج لأي شيء تريده في هذه المجموعة، ستقوم بالترويج إخواني لأي منتج، لمقالات لديك تقوم بوضعها، أيضا بيع أمور، شراء حساب أصلا، كل شيء موجود في هذه المجموعة، قم بالنشر فقط فيها وستجد الكثير من تفاعل إن شاء الله إخواني ومبيعات. نأتي إلى الطريقة التي أريد إخواني وهي تويتر. عند الدخول إلى حساب تويتر إخواني تجد الحساب كما تشاهدون في الرئيسية، تقوم بالضغط على استكشاف أو إكسبورتي، تضغط هنا إخواني، تقوم بكتابة باي هذه الكلمة إيبوك. شاهد أخي عند الضغط على أونتر، شاهد أخي هذا الكتاب، هذا الشخص يقوم بنشر هذا الكتاب، سأقوم بوضع مثلا هذا الكتاب، قم بالدخول إليه. شاهد أخي هذا الشخص يحولك إلى المدونة الخاص به، عفوا هذه الآنسة أو هذا الشخص إلى المدونة، ومباشرة إعلانات كما تشاهد إخواني يربح من الإعلانات، ويقودك إلى رابط أمازون للشراء. شاهد إخواني ثمن الكتاب يعني استهدف أدسنس إخواني، الربح من أدسنس، وأيضا لدي حساب ويروج لمنتوجه الذي ثمنه 69 بعدما كانت 89 إخواني. شاهد وتضغط على شراء وتشتري. في تويتر إخواني يقوم بالترويج لحسابه بطريقتين، يعني أن تويتر عند الأجانب إخواني، تويتر إخواني عند الأجانب يأتي بالترافيك ويتابعونه كثيرا كثيرا إخواني. لذا إخواني أول شيء أنصحك به فتح حساب سواء تويتر أجنبي خاص بأجانب خاص بك، ولكن بدل الموقع أو اسمك، أيضا فيسبوك، أيضا انستغرام للعمل إخواني، ضعه لكي تقوم بالانضمام إلى هذه الجروبات التي سأتركها لك إخواني. كما تشاهدون هذه الجروبات كلها متفاعلة خاصة بالتسويق، ستقوم بتسويق عند نشر في هذه المجموعات إخواني. كما تشاهدون في أسبوع تقوم بنشر في أسبوع مثلا على هذه الجروبات، سأضمن لك أنك ستحصل على زيارات إخواني. كما تشاهدون في هذه الجروبات الأخيرة ستجد تفاعل وأيضا مجموعة كبيرة كبيرة إخواني. شاهد سأضغط على هذه المجموعة، تجد بعض المجموعات إخواني لا تعمل، قم بحذفها. مثلا هذا الجروب، شاهد نتورك ماركتينج خاص بالبيع والتسويق إخواني. كم عدد الأعضاء إخواني، كم عدد الأعضاء لا أعلم كم عدد الأعضاء، سأذهب أضغط هنا أعضاء. شاهد أخي عدد الأعضاء 54,000 إخواني عضو، والجروبات كلها تستطيع النشر فيها. كما تشاهدون ضع اسم مثلا مثل هذا الاسم، وقم بإنشاء حساب فيسبوك وإخواني وقم بالدخول إليه. كما تشاهدون هذا مغربي، كما تشاهدون إخواني طارق البخاري مغربي، أظن أنه يعمل في الماركتينج، النشر الأفيليات أو بيع الكتب. هنا هذه الطريقة الثانية والثالثة. وإخواني لا تيأس عندما لا تبيع في أسبوعك الأول أو في أسبوعين، قم بوضع الكتب وتكبير حسابك في جامرود. كما تشاهدون جامرود كل أعضاء يقومون بالنشر. شاهد إخواني شاهد هذا الشخص، صفر مبيعة صفر مبيعة صفر مبيعة. هنا لا ييأس ولكن سيبيع، مثلا هاي أعلى نيو، شاهد أكثر مبيعات هنا، شاهد أخي 1.49 مبيعة واحدة،
هنا مبيعتين كما تشاهدون. أيضا تستطيع الضغط على كل شيء لتشاهد ثلاث مبيعات هنا. مبيع كما تشاهدون أغلبية يقومون بوضع الكتب. هذا هو درسنا اليوم إخواني. إن وجدت أي مشكل إخواني في التعليق قم بالتعليق إخواني. وأيضا إخواني نسي في هذا الموضوع إخواني سأقول لكم أني قمت بإجراء تصويت إخواني خاص كما تشاهدون استكمال موضوع ربح من الكتب وإنشاء موقع بث مباشر وتحويلها وإنشاء مدونة أجنبية وربحها إن شاء الله إخواني. في الموضوع المقبل كمفاجأة مني سأقدم لكم إخواني درس عن إنشاء مدونة أجنبية إخواني والربح منها وأيضا القبول في أدسنس. مواضيع حصرية سأقوم بمشاركتك هذه المواضيع. قم بالنشر وأعمل بالطريقة التي سأشرحها إن شاء الله. من يريد الربح من أدسنس سيجد، ومن يريد الربح من شركة إعلانية أخرى أيضا سيجد، وأيضا تصدر نتائج البحث جلب زيارات أجنبية أيضا إخواني من جوجل. هذه هي عبارة عن مواضيع عند في كل مواضيع إخواني أي شيء تريده شاهد آلاف المواضيع وحصرية سأقدمها لكم مجانا، ولكن بشرط إخواني أرجو أن تقوموا باللايك للفيديو واللايك. وإن شاء الله في فيديو لاحق سأشارككم فيديو رائع. والسلام عليكم ورحمة الله إخواني.